صباح الخير. صباح النور. كيفك ناتالي؟ الحمد لله. كيفك انت؟ ماشي الحال. ناتالي بتعرفي هالموضوع يعني مهم جدا، يمكن جميعنا شاهدنا هذا الفيديو الذي كان الأمير تشارلز الصغير ابن دوقة كامبريدج عندما كان يقوم بتصرفات ويسكت والدته بحضور الجميع. كان هذا التصرف ربما فعلا هيك اول شيء بتشعري بال هيك بالتآلف وبهيك بالتعاطف معها، نتيجة انه بيشبهونا، ولكن بنفس الوقت انه هناك يعني لياقات معينه يجب على الاطفال اتباعها وليست مضمونه انه ياخذها الاطفال على محمل الجد. خبريني اول شيء، اذا وزعنا حديثنا انا وانت الى جزئين، الاول عن اخطاء الاهل ببعض التصرفات، والثاني عن تصرفات الاطفال بحضور الاخرين وكيف نتفادى ازعاج الناس. اخبريني. هو كثير النقطه مهمه انه بالنسبه للاطفال خاصه عم نحكي يعني الاهل بعضهم يعني مبلشين يكونوا اهل عن جديد، فبتكون المعامله مع الطفل فيها شويه تلبيك وفيها عدم ارتياح كيف انه بدنا نربي الطفل بالطريقه الافضل، وبذات الوقت انه كمان انه نكون عم نحترم كمان انه الامور النفسيه للطفل، لانه هون في انه بيوقعوا الاهل انه لازم نحن نترك له شخصيته تنمى وبنصير يمكن نوقع بانه لا نتركه خليه يتصرف على راحته، وبالناحيه الثانيه لا لازم يكون في تربيه للطفل. نعم. انا اللي هون الاخطاء اللي بتصير عاده بنشوفها بنشاهدها نحن دائر مندارنا انه بنشوف الاهل انه بيتركوا اولادهم على راحتهم في ايام يتصرفوا، وهذا الشيء انه بيرجعوا اخر دقيقه بالمحل العام بصيروا بدهم يربوا اولادهم، فانا هون بدي اتوجه للاهل مع نقول لهم التربيه بتصير والتحضير بصير من البيت، ما فينا نحن اخر دقيقه نوصل على المكان العام ونترك الولد يتصرف انه ونصير ما نقوم انه نربي باللحظه ذاتها، فهي دائما التحضير بده يصير من البيت وبده يكون انه ينعطى له التعليمات للولد بطريقه مكثفه ونحطه بالجو. نعم. وقت بتبلش تحطيه بالجو للولد قبل بوقت هذا الشيء بيسهل العمليه بعدين بالمكان العام. نعم. طيب بالمكان العام، الاماكن العامه كثيره، يعني اذا هيك ما حددنا اللياقات العامه مع الطبيب بالمدرسه بالحضانه، امتى بيتخطى الطفل حاجز الممنوع؟ هن مش الطفل بحد ذاته بيتخطى حاجز الممنوع، هن الاهل اللي بيتخطوا الحاجز الممنوع، انه مع هدول اللي عم نحكي كان مع الجاردري الحضانه او مع الطبيب، يعني بنعرف كثير الاهل بيكونوا مبلشين يكونوا اهل جديد، اللي بيصير انه بيكونوا بيعملوا حاله ذعر، وانه مثلا صار معه الولد شغله انه بنعرف صحيا، بيصيروا بيكونوا عندهم فتره قلق كثير كبيره. نعم. وبالتالي انه بيصيروا يتصرفوا، هن بيقوموا بتصرفات شوي نتفه صغيره تعتبر اكستريم، منا ضمن النطاق المقبول، يعني مثلا ندق للطبيب الاطفال على الساعه 1 2 على وجه الصبح لحتى نقول له انه عمل اسهال للطفل. نعم. يعني في امور هون لازم نتوجه للاهل الجداد، انه الامراه خلال الحمل كثير ضروري تكون هي عم تسعى تسال اخصائيين او تعمل هي بحث وتقرا كثير انه عن الحالات اللي ممكن انه يتعرض لها الطفل او شو ممكن هي يمرق مع الطفل لحتى ما يوصلوا لمرحله انه يعملوا هالحالات الزعر. كمان في نقطه ثانيه كمان لازم انه ننوه عليها، الحكيم هو انسان والطبيب الاطفال، وهو كمان عنده يعني فتره راحه، لازم يعني اذا شيء منه طارئ الافضل انه ما نتصل انه على اقل الامور الصغيره. هون صرنا نحكي عن اللياقات التي يجب أن يتبعها الأهل وليس الأطفال. صحيح. نعم. صحيح. هي كمان النقطة الثانية أنه أنا مثلا في عندي ماكسيموم أنه إذا هالقد أنا عندي حالة زعر وحالة قلق على طفلي بحمل حالي بروح على المستشفى على الطوارئ وهن كفيلين أنه يتواصلوا مع الحكيم. نحن نقوم بالاتصال بالطبيب على الطالع والنازل مثل ما بيقولوا، على أقل الأمور على أصغر الأمور، هيدي عم بتكون أنه يعني مزعجة وبرات الإطار اللياقات. صحيح صحيح. طيب عم نحكي الحضانة. نعم. الحضانة كمان نحن بنقرر كأهل أنه مثلا ابننا مريض شوي بس نحن عنا شغل ومش قادرين نتركه بمحل معين، لو أنه مريض بنبعته على الحضانة. كمان أنه هون لازم ننتبه أنه هذا الشيء أنه لازم ننتبه له، أنه نحن في الأطفال الباقيين كمان عم نأذيهم عم نعرضهم للمرض، فكمان أنه لازم نلجأ نحن أنه نهتم أنه ما نبعت الطفل على الحضانة. وكمان النقطة الثانية كان بالمدرسة أو بالحضانة،
نعرف انه في تنظيم وفي تعليمات بتصدر من قبل المؤسسه ان كان المدرسه او ان كان الحضانه، فكأهل عليهم الالتزام بالتعليمات تبعت المكان، يعني نعم. مثلا بيقولوا لهم انه مثلا في شيء معين لازم يلتزموا، ما يقرروا هن من عندهم انه يغيروا الامور، يكون الامور ضمن نظام يعني معين. صحيح. طيب ناتالي، يمكن اكثر هيك شيء لفتني بحديثك بسؤالي الاول لما تحدثتي وقلتي انه التربيه تبدا من المنزل وليست من الخارج، بعض الأهل بيميلوا لترك أولادهم مثلا بمراكز التسوق بأي محلات، بيكونوا عم بيصولوا بجولوا بيلعبوا، ممكن يبعثروا بعض البضائع، البعض منهم أطفالهم بيميلوا لمثل هذه الحركات. صحيح. من دون موافقة الأهل. صحيح. هل معنى كلامك أنه أنا بوقت أنه أنا ابني يتصرف بهذه الطريقة أن لا أوجه له أي ملاحظة، أو أنه تتوجه له الملاحظة بإطار شخصي بينك وبينه بعيدا عن أنه الآخرين أنه يعرفوها؟ الطفل ما في مهرب، ممكن كتير أنه عنده طبع معين بيعمل شيء بسموه تانترم، يعني أنه هذا بيصير يبكي أو بيصير يتصرف بطريقة نحن يعني مش معودين عليها او مش مربيين عليها. نعم. هيدا بتحصل، هيدا مع الطفل، نحن دائما في يعني بدك تتوقع امور انه غير انه مسبقه مع الطفل وغير متوقعه. بمكان مثلا اذا عم نحكي بسوبر ماركت عم نعمل الشوبينج وعمل هيدا الشيء، كثير ضروري نحن انه ما يعني نقعد نربيه للطفل بلحظتها، التربيه ما بتصير بالمكان العام. نعم. يعني انا يمكن عيط عليه او صرخ عليه او صير انه انا بدي اقوم بالتربيه بالمكان العام، هيدا غير لائق. كل شيء في اعمله انا بتركه، اذا كان عم بيبكي بتركه عم بيبكي، اذا كثير البكاء كان كثير قوي لازم هون كثير ضروري، وهيدي هون عم نخلط صرنا علم الاتيكيت مع علم النفس، يعني هيدي بعلم النفس بينصحوا فيها انه بتاخذي الطفل بتاخذيه على محل على جنب لا يبكي لوحده، وقتها بيروق ترجع بتفوتي بتكافي شوبينج. طب بعرف انه هذا الشيء منهك للاهل ومتعب لانه بدهم يعطوا من الطاقه، بس انه تربيه الاولاد هيك تتطلب. نعم. طيب ماذا عن الاعتذار للآخرين؟ يعني إذا صدر عن الولد تصرف غير لائق، أو إذا كان قام بالصراخ مثلا كما تحدثتي، نرجع منقول الناس عادة تتفهم يعني أنه في ولد عم بيقوم بهذا الشيء، ولكن نحن كأهل تجاه الآخرين إذا بيصدر منا الاعتذار أنه نحن بنعتذر عن تصرف أنه طفلنا أنه عم بيزعجنكم، هيدي بتكون كتير مبادرة حلوة وهيك جميلة، وبتخلي انه الشخص الاخر يتعاطف بعد اكثر معك، يعني غير ما انه انت تركه طفلك عم بيبكي واخر همك المحيط تبعولك انه مش سالاني انه انت ما اعتذرتي ولا فرجيت انه انت مهتم، يعني بنعرف كثير محلات انه بنلاحظ الاهل بيكون عم بيبكي بيتركوه ولا كانه مهتمين وبيكفوا حياتهم عادي ولا بيعتذروا من الباكين، وهون الاشخاص المحيطين بهذه الحاله بصير في عندهم ازعاج انه على القليله طيب انه اهتم بطفلك او على القليله انه اعتذر، يعني هون الاعتذار كتير ضروري وبالعكس بيخلي الآخرين يتعاطفوا معك وقتها تعتذري. نعم. طيب هناك صوت للهاتف، صوت للآيباد، صوت للموسيقى العالية، ممكن أنه فعلا يكون مؤذي للناس، يعني أنا مرات بكون بمركز تسوق وأشعر أنه رنين الهاتف، هذه الموسيقى التي وضعها هذا الشخص بصوت عالي صاخب فعلا مزعجة. هي الأضرب مش بالمكان العام الواسع، بالمكان المغلق ضيق، يعني مثلا إذا كنت في عيادة طبية. صحيح. بانتظار موعد هون القاعد الولد يعني طق طق على الجيم. ايه. الأصوات وهدول بنعرف في كثير ألعاب فيها موسيقى طويلة. صح. يعني بتصير أنه أنت أنه كل الوقت يعني على فترة طويلة بخلال الانتظار، مش أنه بتكون عبارة عن دقيقتين ثلاثة. نعم. فهون كثير ضروري كمان نرجع للبيت، الأساس. نعم. دائما بالبيت، ما فينا نترك لآخر دقيقة نعطي التعليمات للطفل، يعني التعليمات بدها تصير ابتداء من البيت قبل ما نظهر. نعم. وقبل بنهار حتى. نعم. فانه هون بتقولي له للطفل انه نحن وقت نكون بمكان عام الصوت العالي هذا ما بيصير، ممكن حتى تعلميه بقلب البيت يطبق هذا الشيء، يعني لحتى هو يتعود انه حتى بالمكان العام يعمل هذا الشيء، انت بتبلش من البيت انه مثلا انا عندي شغل ماني قادره اكون عم بتعرض لهالقد اصوات عاليه، فعمل معروف وطي الصوت، او مثلا اذا بوجود انه راشدين اخرين هو قاعد معنا وعم بيلعب كمان تطلبي منه انه يوطي الصوت، فهون ابتداء من البيت وقت تبلشي تعوديه للطفل توصلي على المكان العام
بتصير سهل الخبرية انت تطبقي هذه الامور. نعم. فكمان هون انا بدي الفت النظر، بنعرف انه في اطباع للاطفال، يعني صح. مش كل الاطفال هنايا. ما انا هذا الذي كنت اريد ان نعم. يعني انوه له، خاصة كمان انه اذا انت ما خلطتي موضوع الاتيكيت بعلم النفس، هناك اطفال لديهم فرط في الحركة، قلة انتباه، يعني كمان الام ما فيها انه تضل قاعده وحابسه حالها بالبيت وما تطلع، يعني عندها نحن عم نحكي عن ضرورات، ذهب الى صحيح. الماركت، الى التسوق، الذهاب الى يعني عياده الطبيب، شو بدها تعمل بمثل هذه الحاله؟ هون نحن بنعرف الطفل، يعني كل اهل بيعرفوا طبع الطفل تبعولهم. نعم. فانا اذا بعرف انه طفلي ما حيسمع مني، انه رح يوطي الصوت، انا بتجنب اعطيه يعني الايباد او التليفون ليلعب فيها، يعني انا ساعتها بلجا لطريقه ثانيه لحتى الهي، يعني ما نعم. بلجا لهيدي الطريقه، يعني نحن هون الادراك والوعي عند الاهل كثير ضروري، نعم. ما فينا نحن نعمل كنترول على الطفل، بالنتيجه الطفل نحن قادرين نستبق الامور ننتبه للامور، فانا انه اذا بعرف طفلي هيك وضعه انا بتجنب اعطيه، لانه مش حقدر اعمل كنترول عليه باللحظه الاخيره. نعم. بعطيه يمكن كتاب، بعطيه لعبه ما تعمل ضجه، ما بعطيه هدول الامور. نعم. يعني على موضوع الرساله اللي ممكن انه نوجهها للطفل، قد ايه مهمه هذه الرساله انها بتكون بهدوء ايضا، وانه ما تكون، يعني انت عم تحكي انه يجب انه على الاهل انه يوجهوا رسائلهم بطريقه تكون هيك، يعني مش صراخ وما فيها انه كانه عم تربي ابنك بحضور الناس. كيف طبيعة الرسالة بالتحديد التي يجب أن توجه للطفل؟ أنا بدي أقول أنه الانضباط كتير ضروري، هيدي كتير يعني نحن بنوصل لمرحلة عم منفكر أنه الانضباط هي الأساوي بالتربية، يعني نحن عم نقمع نعم. الطفل. الانضباط ضروري، ولكن الانضباط مش الصارم المأذي، يعني أنا رح فرجيك لما نرجع على البيت، يعني بتصير عم بتهدد أكثر. صحيح. نعم. وكتير مهم نسائل، لأنه أنا عم بتعلم مع علم النفس، هذا الشيء كتير بيساعدني أنه انتبه لهدول الأمور وأنه أعرف هدول الأمور. في نقطة أنه أنت الطفل شو ما بتقولي له بطريقه فيها حب بيسمع، يعني الا ما يعني انت اخذت شيء بيقعد لوحده بيرجع بيسمع، غير ما انت تكوني عم بتقولي له اياها بنرفزه وتقولي له اياها بطريقه كثير مأذيه، هون رح يعمل بلوك عليك الطفل. فالانضباط ضروري، ولكن نحن مثل ما ذكرتي حضرتك انه كيف انه ممكن نحن نوصل الرساله، من نوصل اياها بطريقه فيها حب، بنفرجيه انه نحن بنحبه، نحن ما عم نقوم بعقاب له. وقت تربطي انت الانضباط بالعقاب، هون رح يصير في عندك مشكله، وما حابه الولد يتقبل منك أي تعليق. الأدب. نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر ناتالي اندراوس الخبيرة في اللياقات الاجتماعية على كل هذه النصائح القيمة، شكرا لك.